أنهت بلدية بيشة رصف طريق الملك سعود بحجر المروى الأبيض وتشجيره بإنجاز 4500 كيلومتر، والذي يربط شمال المدينة بجنوبها، تزامنا مع انطلاق مبادرتها التطوعية بيشة بلا تشوه 2، إذ يأتي إنجاز أعمال الحجر والتشجير في هذا الطريق ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة صحية مستدامة. معنا هاتفيا رئيس بلدية بيشة علي جلبان. سيد علي، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. وبداية، يعني ما أهم أهداف هذه المبادرة في موسمها الثاني بيشة بلا تشوه؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام بكل خير. تأتي مبادرة بيشة بلا تشوه 2 في نسختها الثانية بعد أن حققت الأولى نجاح مميز على مستوى الأعمال والجهود الميدانية من الفرق التابعة للبلدية والمتطوعين والمتطوعات. وتأتي هذه المبادرة تأكيدا وتعزيزا على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة والمشاركة المجتمعية ورصد المواقع التي تستوجب المعالجة، حيث أنها تستهدف 5 أحياء سكنية للقيام بإطلاع الجداريات ومعالجة الأرصفة وأعمال التسيير، فضلا عن أعمال إعادة التأهيل، حيث أنها تحمل روحاً جديداً لمواصلة العطاء والعمل الميداني بمشاركة المتطوعين والمتطوعات بهدف معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها. وكان اختيار طريق الملك سعود هو أحد أهم الشوارع الرئيسية في المحافظة، والذي يربط شمال المدينة بجنوبها، وهو طريق محاذي لكليتي الطب والهندسة بجامعة بيشة، حيث أن البلدية حريصة على تحقيق نسبة إنجاز عالية ودقة أعمال في التنفيذ. طيب، فيما يخص المتطوعين الذين تجاوز عددهم يعني 200 متطوع ومتطوعة، كيف لمستم هذا التفاعل من قبل المتطوعين، وما هو الدور كذلك الذي كان محدد لهم في هذه المبادرة؟ بالنسبة للمتطوعين والمتطوعات، في النسخة الأولى كان العدد قرابة 80. في النسخة الثانية تجاوز 200 متطوع ومتطوعة، وندل شيء دل على نجاح المبادرات اللي استعملها البلدية مع المتطوعين والمتطوعات. والهدف هو شراكة المتطوعين والمتطوعات في أعمال البلدية وتحقيق نسبة عالية في معالجات التشوهات البصرية في المحافظة، وإشراكهم في المحافظة على المحتويات والمرافق العامة في المحافظة.